من الريف حما الشرقي نازحين من مخيم بسمة الأمل حد سكة القطار. عنا 40 طفل بحاجة لحليب بحاجة لدعم لأن مو عن طعمين خبز وشاي وزهورات ويانسون. المنظمات وقفت تدعم وطلع مرضانين لنعد بحق صارت 4-5 آلاف ما عندنا إمكانية نجيبه. نتيجة للظروف الراهنة في محافظة لب هناك آلاف من الأطفال الرضع اللي هن دون عمر السنة بحاجة لحليب رقم واحد وحليب رقم اثنين بسبب عدم قدرة الأمهات على إرضاع جميع الأطفال بسبب الفقر والحالات الجزوع والتهجير. نحن في مديرية الصحة حقيقة حتى والمنظمات الطبية المهتمة في هذا الموضوع غير قادرين حاليا على تأمين هذه المادة لجميع الأطفال المحتاجين لها لضرورة النمو والتغذية. ليش؟ محتاجين حليب، لابو حليب ولابو منظمات تدعمنا وذابحهم الجوع ولا عن طاسة الحليب جاي يسوونها على الدولار ولا عن دولار ولا عن طاسة الحليب 3000 وطاسة الحليب ما تعيل وليد يومين وجاي نطعمهم خبز ومي وذابحهم المرض وذابحهم الجوع وما عندنا مصاري لا نحكمهم ولا شيء.